هذا يقول إن عندنا تاجر يستورد السلع ونحن نأخذ منها نموذج نعرضه على الناس، فإذا رغبوا في الشراء ذهبنا وشرينا من التاجر، شرينا من التاجر. إذا كان الأمر كذا فلا بأس، لا بأس أنكم إذا رأيتم رغبة الناس في هذه السلعة تذهبون وتشرون من التجار وتبيعونها على الراغبين فيها، ما في مانع. أما أنكم تبيعون عليهم شيء ما بعد ملكتوه، إذا كان أنكم تعاقدون معهم، تعاقدون معهم في البيع وأنتم ما ملكتم السلع، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. أما مجرد أنهم إذا رغبوا تروحون تشرون تجيبونه لهم، ولا يكون البيع إلا بعد ما تشترونه من التاجر، لا بأس.